جوجل إيرث تغطي الآن أكثر من 98% من معالم العالم. كشفت شركة جوجل الأمريكية في مدونتها أن خدمتها جوجل إيرث تغطي الآن أكثر من 98% من العالم، وأنها التقطت لخدمة ستريت فيو صورا تغطي مسافة 16 مليون كيلومتر. ولتوضيح ضخامة هذه الأرقام، قالت جوجل إن مسافة 16 مليون كيلومتر ستلف الكرة الأرضية أكثر من 400 مرة، وإن جوجل إيرث ستتيح لمستخدميها تصفح أكثر من 93 مليون كيلومتر مربع من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية. وقالت في المدونة: في حين أن هذه الصور الرائعة ستكشف لنا أجزاء من العالم قد لا يتسنى لنا مطلقا فرصة زيارتها، فإنها أيضا تساعد خرائط جوجل في أن تندمج بدقة عالما يتغير كل يوم. كما كشفت جوجل مزيدا من المعلومات عن طريقة التقاط تلك الصور، ولم تنس تذكير الجميع بأن هذا الأمر ليس بالمهمة السهلة، وفي الحقيقة فإن عملية جمع الصور في جوجل قد تستغرق أسابيع عدة. ويعلم الكثيرون أن الشركة تستخدم سيارات ستريت فيو التي تم تزويد كل واحدة منها بتسعة كاميرات فائقة الوضوح مصممة لكي تتحمل درجات الحرارة المتطرفة دون تغيير تركيز الصورة. لكن إضافة إلى السيارات ذات التقنية العالية تلك، فإن جوجل تستخدم أيضا رحالة ستريت فيو الذي يحملون على أظهرهم كاميرات التصوير ويتجولون ملتقطين الصور والفيديوهات من أماكن يصعب الوصول إليها. فعندما لا يمكن استخدام السيارة لالتقاط صور معينة، فإنه يمكن وضع كاميرات التصوير على ظهر كشافة يجوبون الغابات أو على متن قوارب أو أظهر الجمال أو الخراف أو غيرها بهدف إنجاز مهمة. تقول جوجل أنه في عام 2019 وحده ساعدتهم صور ستريت فيو من مجتمع خرائط جوجل بتحديد عناوين لنحو 7 ملايين مبنى في أماكن لم تكن سابقة معنونة في الخرائط، مثل أرمينيا وبرمودا ولبنان وميانمار وزنجبار وزيمبابوي. وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها جوجل هذا النوع من المعلومات والأرقام المفصلة بشأن خدمة الخرائط التي يستخدمها أكثر من مليار إنسان شهريا، وفقا لموقع سينات المعني بشؤون التقنية.